لبس سؤال ما حسرع عينا يا شيخ عبد الولي سؤال شكوات بلانتا إلى لينتا ذوح إسلام كوكيري إيو صورت قلكا إن لا يقوره قبيل أو قرن لا يقوره فليتفضل الشيخ مفتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بلنتو ميل أذك بأجرت إسلامكو قرآنكو إن بضنبوكها اللي وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عقود إيا بلماذا إيا هشيس يدو يقفك قولك إيا هذلك كدعا إنو سيديتها أقاتو محمل الجد وسنكو ديلين وسنكو عيارين هديتها بلمها أو الله عز وجل ولق لي دينك إلا وبلا وأمانة وإن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض دينك أجوه الرئي بلا كي أمانة أجوه الرئي وقفك وقاضي إنه كصباحه مد قيس كيهوى محي وكحلا ليستي دمر كاسي بكلمة الله إنه إيضنا كصباحه أبتك يا تربية ذا يا مسؤولية ذا وقاضي سيدو كله كل هذا وعهود يا بلمه يا هشيسي وقفك قليه tan caadiga dadku caadi ahaan ay u ballamayaan ama ay wax wada dhiganayaan iyaduna waa lamid hatta maal kufar galadu ma aha inad leedahay gaalku waxa weeye isagu balankiisa waa la burin kara xuliisa waa la dhici kara sidii doona laga yeli kara maya dhaqan islaam ma aha hatta maal kafir قيم كإسلامك قفك وإنو إلالي ولذلك الله عز وجل وتوت المامي وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين حتى هذي كسو موقته عبسي يأستان إني بلنتك بحربان وهيشيز كبرين ربان ووحي اللغوب بلما وحنانا هنا كإيمان ربان حتى هذي كموقته ديه ميسد وغهر مريا واستراتيجية دقال وحيالة دقال ميا بلن كسي صدو إلى النساء حتى مع الكافر ولذلك بلما ظهر إلاليه حدي لبريان وحكمت هاي علامات كآية المنافق بكمت هاي منافق نمذي أي سوق ليس وأستامها اللغوغر توقفك علامة من علامات أو خصلة من خصال النفاق أي كسوغن تا انتس أيان كورانيا